في أوروبا الوسيطة كان يتم تسخير الشيطان والاشتباه في التعامل مع الشيطان أو حتى مضاجعة الشيطان. كان يتهم الناس أن منهم من يضاجع الشياطين. طبعاً إلى الآن لدى المسلمين كثيرون يعتقدون بهذا، أن الجن ينكح الإنسية والجنية ينكحها إنسي، وهذا الكلام الفارغ يعتقدون بهذا. في أوروبا كانوا يعتقدون بهذا بشكل صارم. هنري مور مع أنه رجل يعني فعلا هو سابق العصر لكنه فيلسوف من أفلاطوني كامبريدج، كتب كتابه ترياق الإلحاد، ترياق الإلحاد، وذكر فيه أن الذين ينكرون حقيقة المضاجعة بين الإنس والجن وحقيقة أن السواحر الساحرات قد يحدثن عواصف وزلازل وطوفانات مائية بتعزيمات معينة وقد يركبن الهواء على مكنسة، قال الذين ينكرون هذا هؤلاء مهرطقون منحرفون عن الدين. أنا هذا فيلسوف هنري مور مشهور وله نظرية في الحاسة الخلقية، له نظرية في الحاسة، نظرية قوية ومحكمة إلى حد بعيد، لكنه في هذه القضايا عامي تماما، لا يتميز من العامة. لا تستغربوا، الأمر الصعب أن تجد فيلسوفا أو مفكر أو مثقفا غربيا يعتقد بهذه الأشياء الفارغة السخيفة، لكن من السهل جدا أن تجد مفتي بلد إسلامي عالما شرعيا كبيرا أيها الإخوة يعتقد بهذه الأشياء ويبررها ويبني عليها لوازم وتوالي معينة. نفس الشيء، الأمور سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه، تاريخ أوروبا الوسيطة في العالم الإسلامي المحدث المعاصر للأسف هكذا. وكانوا يسمون الجن الذي يضاجع الإنسية الأكوبي، وأما الجنية التي تضاجع الإنسي سكوبي. والبابا إنسونت البريء الثامن أصدر مرسومه الذي بموجبه ألف الكتاب الفظيع مطرقة الساحرات أيها الإخوة، ألفه ألمانيان مشهوران سبرينجر وكريمر بسبب هذه المسألة. قال لما تناهى إلى سمعي من مضاجعة الشياطين لبني وبنات البشر، لابد أن يوقف هذا. وتم قتل عشرات بل مئات ألوف من الناس خاصة من النساء باسم أنهم أنهم يضاجعون الشياطين وأنهم سحرة وأن لهم علاقة مع العالم المظلم السفلي أو السفلاني. هكذا تم استخدام الشياطين للقضاء على أناس غير مرغوب في وجودهم لمئة سبب وسبب اجتماعي وسياسي. واليوم في بلاد الإسلام يتم استخدام الشياطين لتبرئة الدجاجلة والنصابين وسراق المال العام والخاص. طبعا عجيب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ولا بد أن يطرحه كل إنسان يعني عنده حس النقد، شيء من وعي، من الذي سخر من ومن الذي احتل من؟ إذا كان الجني فعلا سخر هذا الإنسي القاضي الشرعي ذا اللحية الكبيرة، لماذا رأينا نقود مئات الملايين تصب في حساب الشيخ؟ لماذا؟ أليس كذلك؟ إذن واضح أن الإنسي هو الذي ركب الجني، الإنسي هو استغل الشيطان أيها الإخوة. طبعا القضية كلها كذب في كذب، كلام فارغ، ليس لدينا إمكانية أن نصدق هذا الهراء أصلا منذ البداية. هذا كلام فارغ، واضح أنه فارغ، وواضح جدا أن القاضي رجل ذكي جدا استطاع أن يلعب على هذا النمط في التفكير، النمط الخرافي. لماذا؟ لأن مفتي هذه البلدة رحمة الله تعالى عليه أفتى في يوم الأيام، نعم هذا موجود، والجني يمكن أن يدخل في بدل الإنسي، وإذا تسبب أيها الإخوة في استعمال الإنسي في جريمة معينة فلا بد من استحضاره واستنطاقه، وحين ينطق يعامل كمجرم ثم يؤخذ بأقواله. لأول مرة نسمع عن أخذ أقوال الجن، وهذا ما يحدث حاليا. نعم في هذا الوقت أخذت أقوال الجن وبحضور جماعة من رجال الدين ووثقت أيها الإخوة، لأن المفتي العام للبلد قبل سنوات طويلة أفتى بهذا رحمة الله عليه. عجيب، ماذا سيقول عن العالم المتقدم لو سمع هذه الأشياء؟ وحتما هم يسمعونها ويقفون عليها، لكن انتبهوا، القاضي ذكي وأذكى منه في نظري السلطة الحاكمة. عجيب، مستحيل أن يكون رجال السلطة والمتنفذون الكبار على درجة أيها الإخوة
من البلاهة أو السذاجة بحيث يصدقون هذه الأشياء. مستحيل، هم يعلمون أنها أشياء باطلة، لكن من مصلحتهم أن يستمر هذا النمط الخرافي في التفكير طبعا، لأن شعبا أيها الإخوة لا يملك القدرة واللياقة على التفكير العقلي والعلمي والنقدي الصحيح، سهل جدا 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 أن يستغنم أو يستخرف، يعني يتخذ منه إيه؟ قطيعة غنم أو قطيعة إيه؟ خراف، وبالتالي يسهل جدا إيه؟ أن نواصل مزيد التحكم فيه وعليه. لذلك مش مشكلة 600 مليون 6 مليارات ثمن زهيد في مقابل ماذا؟ أن يبقى الشعب مغيبا غائبا عن الوعي، مغتال الوعي. السلطة أذكى من هذا القاضي، والقاضي أذكى من الذين إيه؟ حاكموه أيها الإخوة، وأذكى من شعب لا يود إيه؟ أن يتحرك حقيقة وأن يتساءل ما الذي يحدث. كما كتب مرة كارل سيغان العالم الفلكي الأمريكي الشهير، يجب على الشعوب دائما أن تطرح السؤال، من المستفيد من وراء تجهيلها وتغييبها؟ سؤال خطير وكبير جدا هذا. حين يراد تغييبي عن طريق المشائخ أو غير المشائخ، من المستفيد؟ بلا شك أن هؤلاء أيضا يستفيدون الوسائل، لكن من المستفيد الأكبر من تغييبي؟